نحن مستعدون للخروج مرة أخرى. عندما نفعل ذلك يكون الأمر متروكا لنا جميعا لكي نبقى كوفيد سيف. عندما تخرج من المنزل في أي وقت اغسل يديك بانتظام، حافظ على المسافة الجسدية حيثما أمكن، حمل تطبيق كوفيد سيف على هاتفك، والأهم إذا لم تكن بصحة جيدة يجب أن تبقى في المنزل وتقوم بإجراء الفحص. معا يمكننا الحد من مخاطر موجة ثانية. ابقى بدون كوفيد وافعل 3 أشياء بتفويض من مسؤول الصحة الأعلى كامبرا.